تهم لي اول مره عرض نظام المشبهات للاسلحه الخفيفه الامريكي من شركه فيرترا في معرض ايدكس 2015. بتميز هذا المشبه انه بتم استخدام فيه 5 شاشات ب 300 درجه حول الرامي او المتدربين في الميدان، يمكن استخدام لغايه 4 متدربين داخل الميدان. بتم عرض فيديوهات او اهداف متحركه لسيناريوهات مختلفه لمكافحه الارهاب، لمكافحه تحرير رهائن او حمايه الشخصيات. عشرات السيناريوهات باللغه العربيه باستخدام واجهه باللغه العربيه باستخدام جميع انواع الاسلحه الخفيفه او المسدسات. تعتبر المشبهات من ادوات